قتل 5 أشخاص بينهم 3 عناصر من حزب الله الإرهابي في منطقة خلدة جنوب بيروت في كمين تلاه اشتباك مسلح. ويأتي الحادث عقب توتر بين العشائر ومؤيدين لحزب الله منذ السبت. في هذا السياق حذر الجيش اللبناني من مغبة التصعيد، وأعلنت قيادته أن وحداته المنتشرة في خلدة ستقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.